قانون في البلاد. اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل، احلى متتبعي موجات 97.2 FM، مرحبا بكم في موعد جديد من فما قانون في البلاد في حصة اليوم 3/1/2016، شهر جديد ان شاء الله يكون وينعاد عليكم الكل الناس الكل بالخير، وبداية اسبوع موفقة كذلك لكم الناس الكل. ترافقني كالعادة والعويد في الحصة المحامية الاستاذة جوهين العربي، مرحبا بك. مرحبا عسلامة، مرحبا بلي يسمعوا فينا الكل. محلي صوتك اللي معجبني. اي مقربة. لطف عليك يا جهين، لطف عليك. بالطبيعة إذا كان عندكم أي تساؤل أو استشارة قانونية في أي موضوع كان ما عليكم كان تستثمروا بالطبيعة وجود الأستاذة بحذنا جهين وتكلمونا على 71 885 800 ولا تخليونا كذلك تعليقاتكم على الباج فيسبوك نتاعنا راديو سيس تونس 97.2 FM. ترافقكم من وراء الميكرو كالعادة نول هودي وبثينة في الإخراج. نمشيو مع أول فاصل موسيقي لجوليا بطرس وراجعين بعد الفاصل. رجعنا لكم من جديد في فما قانون في البلاد، تحية الناس الكل من ما كنتوا تتابعوا فينا على موجات 97.2 FM وإلا على سيت نتاعنا www.radiosistunis.net. ناخذوا أول اتصال حاضر معنا، نقولوا مرحبا لمدام سلمى. عسلامة مدام سلمى. مرحبا مرحبا بك. معك الأستاذ جوهين العربي، تفضل. ألو عسلامة مدام. مرحبا. أنا شيرني دار من 2012 أخذيت على طريق المحامي قال لي خوش وهزيت العقد الكل. الدار هذه ماهيش ورثة لمرأة السلطية. مش عدم وسيطة. عقمها كانت قبل ما عندهاش دار، عطاها لها خوها قال لها اسكن في الواد حتى لين تعمل وفيت في من جيت البلد في الكل في الخارج واحد في الدار حد يبيعها. مدام مدام تسمع فينا ولا مدام سلمى؟ راه الصوت ماهوش واضح بالقدا، يمكن عندك بروبليم دو ريزو، تنجم تعاود لنا بالقدا؟ كنت الدار هذه انا خديتها من عند راجل قلت شاريا دار من عام 2012 من عام 2012 هاي شنو صار؟ هذه ثم مراه ساكنه فيها، انا المراه اللي ساكنه عدمت فيها لا تورث ولا شاريا. شريت المحامي قال لي اشتريها لك النبضه، معناتها راني نخرج لك الفكره معاك من 2012 لتوا المحكمة العقارية تقول لي أنا مسجل الدار إلا من سنة نمشي. المرأة هذه اللي ساكنة فيها شنو كيريا ولا شنو كيفاش شكون سكنها؟ مش كيريا، هي أمها كانت تسكن، ما قتلت أنا الراجل هذا بنت عمته، هي كانت أمها تسكن في الدار. كيف لقيت الأم جات المرأة مطلقة، هي جات من الخارج تسكن في الدار الغادي. كي جاي خرجوا فيه المحامي نتاع الراجل اللي باعوا له قال له بيعها لكل ما عندوش الملك. أنا ما عنديش أنا كيريا، تصور أنا كيريا بثلاث مئة ناخذ قرض شهري في مفكوكة من بنك وهي تو لحد الآن، يخرجوا لها توجه قدام المرة القاضي من المحكمة العقارية، ديما تقول لهم يا فرقدة في السبيطار يا من الحدة. القاضية اللي آخر لحظة قتلي القاضي في المحكمة العقارية قتلي أنا وعقار مانيش مسجلة فيه، إلا متخرج من رأي. تعمل قضية استعجل المحامي يقول لي لا، طب باش أعمل قضية استعجلية أراك مستخسرها. طيب 4 سنين وانا قاعده مانيش في مارس لحد الان، لحد الان مانيش في مارس. مدام وي نسمع فيك مدام سلمى. دونك انت اولا ساعة الدار هذايا كي شريتها شكون اللي كتب لك الكونترا؟ محامي غطلق محامي. باهي دونك لهنيك تقولي انت ديجا مشيت للمحكمه العقاريه باش تسجل، دونك هي العقار هذايا اللي شريته انت الدار هذايا مش مرسمه هي في دفتر خانه ديجا. لا يعني انت شريت عقار غير مسجل. لا خلصت القباضه هذيك في الكونترا في العقد اللي انت في العقد اللي انت شريت به الدار، كي مشيت باش تسجل العقد نتاعك في القباضه سي نورمال باش تخلص مونطو معين على سوم البيعه. معناها اذا انت مثال شريت الدار مثال ب 200 مليون باش تخلص عليها مونطو هذيك متفاهمين فيه. دونك معناها لهنا شريت الدار، شكون الشخص اللي شريت من عنده الدار؟ الشخص اللي باع لك المالك نتاع المنزل شكون هو؟ مال الدار اللي نبدا خذا توكيل على اخوته طلقت وبالي نبدا ناخذ توكيل عنده بنت بوها راهي مش بوها الخال ماهيش ورثه. دونك انت باع لك ورثه الدار معناها الدار هذه دار وراثيه يعني؟ لا لا مش ورثه، هي ورثه على ابوهم، اما البنت عمته ما تعرفش خاطر بتاع ابوه مش مختار. دونك بنت عمته هني مستغله المحل هذايا بدون اي صفه
وبدون أي موجب، وأنت عندك عقد بيع يقول اللي أنت انتقلت لك الملكية هذايا. أي أنا في شريكة الشيء زالت نجيب تسجل في المحكمة العقارية ونمشي نخلص نسجل في ضد الخانة. المحكمة العقارية خاطر يرد يسجل من قاضية عمتي قاضية كلثوم العقر اللي خرجت قبل من مرة تلجة ونخلص في التلجة وما لقاوش المرأة غادي عاد حاولت القاضية بس بالمحاوشي في آخر لحظة خاطر أنا العقار اللي مش مسجلته حتى عندي 31 أكتوبر عندي تلجة البارح بعد المنافسة خاطر تخرج بعد المنافسة ما تخرجش خلص التلجة راني أنا العقار مش مسجلته. هي راهي تقول لك أنا العقار مانيش مسجلته راهي مش خاطر عندها إشكال شخصي معك. لهنا تسجيل العقار في المحكمة العقارية يقتضي وجوبا مش فقط انك انت عندك سند الملكية ولكن لازم يكون خاصة يعني العقار غير مسجل وبالتالي لازم الملكية متاعك للعقار هذيك ما تكونش فيها اي معناها شغب والا ما ينفي عنك الملكية متاع العقار هذيا خاصة وانك انت ماكش ساكنة فيه. دونك لهنا انت عندك عقد بدون انك ما تستغل العقار هذيا وبالتالي لهنا الإشكال ماهوش إشكال في تسجيل العقار ولا لا، فما إجراءات قبل ما نسجلوا العقار اللي هو باسمك ويترسم في دفتر خانة لازم تقوم بدعوة ماهيش دعوة استعجالية باش تخرجها فيها ولكن هي دعوة كف شغب. علاش؟ على خاطر الشخص هذايا قاعد يضر فيك في ملكك، دونك هو قاعد يشاغب فيك في حق الاستغلال وحق التحوز متاعك بالعقار هذية، وهذية ما نجمو معناها نخرجوه الشخص هذية كان بدعوة كف شغب على خاطر هو قاعد يقلق فيك في التحوز متاعك بالعقار. وقت اللي انت تتحوز بالمنزل هذيك وتولي تستغل وتسكن فيه وتعيش فيه وقتها هو ما عادش عندك حتى اشكال في تسجيل العقار. وقتها وقت باش تتوجه القاضية وتلقاك انت ساكنة المحل هي وقتها باش معناها باش يتم التسجيل. لازمنا نقولوا لهنا اللي العقار اللي القضايا اللي تنشر امام المحكمه العقاريه لتسجيل العقارات وتحيينها تاخذ برشا وقت، والقاضي العقاري ماهوش معناها ماهيش قضيه عاديه باش ينظر في الاوراق. هو معناها يقوم بتجولات يهبط على عين المكان يعاين يقوم هو بالاعمال هذيا لشخصه بشخصه وبذاته، وبالتالي اذا يعاين هو ما يشكك في ملكيه شخص للعقار فانها ما ينجم يفصل في القضيه هذيا الا ما يكون الملكيه متاعك للعقار العقارات غير المسجلة. لازم نقولوا العقار وقت يكون غير مسجل لازم تكون الملكية متاعك ليست فقط ثابتة بمقتضى كتب وإنما كذلك ثابتة باستغلالك للعقار وتحوزك به واستغلالك واستعمالك ليه. دونك لهنا القضية اللي تقام ماهيش هي قضية استعجالية في إخراج السيدة هذية لانعدام صفاتها وإنما هي قضية في كف شغب خاطر السيدة هذا قاعد يشغب فيك. شنو معناها إنك تقوم بقضية لدى القاضي المدني؟ قضية في الأصل راو أنا متحوزة أنا على ملك العقار هذا بمقتضى العقد اللي بينك أنت وبين السيد اللي باع لك بمقتضى توكيل على أخويته، والعقد هذا راهو مسجل في القباضة المالية في تاريخ كذا كذا الواصل كذا كذا وإلى آخره، وهذا بتبيع باش يقوم بها معناها محامي هو اللي باش ينص على الحيثية هذية، وراهو فما شكون متحوز هو بالمنزل ومنعني من أني أنا نسكن فيه وأني أنا نستغله. راهو هذا يعتبر شغب في الملكية متاعك واللي معناها دونك يمنعك انت من استغلال المحل هذايا. نحن لهنا القانون المفروض الناس المحامي نورمالمون يعملوا بطبيعه هذايا انا نحكي لك فيه. شنو انت معناها كي نقول لك انت لازمك تعملوا بطبيعه ديما بالرجوع الى محامي معناها هو اللي يقوم بالعمل هذايا. ما فقط القاضي اعمل قضيه استعجاليه المحامي تو برك يكون عندي قاضي قال لي ما غير ما تعمل قضية استعجالية مش قضية استعجالية ماهيش قضية استعجالية يا مدام سلمى. 20 ديسمبر تجي بعد المنفذ روح القضية ثلاثة تروح الصيحة
هي ماهيش قضية استعجالية يا مدام، هي قضية في كفشة غب تعتبر، وهي قضية في الأصل قضية استعجالية، معناها ما تنطبقش على معناها موضوع قضية الحال والموضوع متاعك أنت. أنت لازم تقوم بقضية في كفشة غب باش تنجم تخرج المرأة هذيا من المحل. من المحل اون فوا تتحصل على الحكم هذيا، هو اللي باش يتضاف لملفك في المحكمة العقارية، وخاصة لازم يتم التنفيذ، معناها بعد ما يصدر الحكم بإخراجها وكف الشغب باش تستغل انت المحل متاعك. اون فوا انت معناها تحوزت بالمكان هذيا وعاين قاضي المحكمة العقارية تحوزك بالعقار والمحل، وقتها يولي باش يواصل النظر في مسألة ترسيم العقار متاعك. واضح مدام سلمى؟ قضية في كف شغب اللي هي معناها الأساس القانوني متاعها سي لارتيكل 53 مجلة مرافعات مدنية وتجارية، هو اللي عارف لنا شنو الشغب هذايا وشنو هي الإجراءات اللي يقوم بها، معناها هو يدخل في إطار قضية حوزية، هو اللي عارف لنا شنو الإجراءات بالضبط اللي يقوم بها. ودعوة كف شغب، سامحني، دعوة كف شغب جوستومون هي معناها اللي معناها نقوموا بها في اطار العقارات غير المسجله لهنا. واضح مدام سلمى؟ دونك انت تتوجه للمحامي وتقوم بدعوه في كف شغب. واضح لالا؟ شكرا لك مدام سلمى على الاتصال. نحن لهنا جوست انا حسيت اللي سلمى ماهيش فاهمه بيه. هو لهنا يسألنا يقول شنو نقصد بدعوى كف شغب. نحن نعرفوها للمواطن معناها بالمعنى البسيط، هي انه شخص معناها يقلقك في الحيازه نتاعك. نرجع نحن القانون الى تعريف المحكمه، القانون يقولنا هو كل امر ينجر منه ويتبين من فعل مادي او تصرف من شأنه ان يعكر الحيازة او يعرقلها ويقلق راحة المالك المحل. معناها انت تجيني في ملكي وتشغرني فيه، تخليني انا ما نتملكش بيه. وقلت اللي الدعوه هذه تلزم العقار اللي ماهوش غير مسجل. نقولوا غير مسجل معناها كي تمشي لدفتر خانه العقار هذا ما يكونش عنده رسم عقاري، ما عندوش ان تيتخ ان تيتخ فونسي اللي تنجم ترجع له، ماهوش مسجل عند الدوله. دونك العقار هذايا كي تصير فيه مشكله نلتجؤوا للدعوه هذايا. كي يكون العقار مسجل وعنده رسم العقاري نتاعو تكون الاجراءات اخرى بالطبيعه. دونك الحل بالنسبه لمدام سلمى كما قلنا احنا قبيله، تتوجه المحامي وتقوم دعوه في الغرض وتكمل الملف نتاعها بالضبط، باش هكاك تنجم يمكن تنجم تتوصل انها باش تقرب يتم ترسيم العقار نتاعها. فوالا بالضبط. فوالا ناخذوا اتصال ثاني حضر معنا مدام ليلى، نقولوا له مرحبا. عسلامه. عسلامه يا ليلى، مرحبا بك. عايشه اختي، فضلك عايشه. منين تكلم فينا مدام ليلى؟ بيجا. من؟ بيجا. من بيجا، تحيا الناس كل يسمع فينا في بيجا، تفضل يا ليلى. او معك الاستاذة جيهان. عايش، مرحبا. مرحبا يا عندي شكون صلفته في التملين وعمل لي تصنيفية مدامة. اي. عمل لي كمبيلة وفيت معناها الدات بتاعك الكمبيلة هذيك، ما حبش يرجع لي فلوسي، كل مرة يقول لي غدوة بعد غدوة غدوة بعد غدوة، هو يسكن في صوصة. مشيت أنا عملت له عدل منفذ. بالعنوان نتاعو في بطاقة التعريف وكل شيء، خي ماهوش في المحل هذيك، معناها هو كاري وقتها نقل، ما نعرفوش عليه النقل. عملت له عطيتها عنده كهرباء، هو عطيته سيري، عطيتها سيري نتاع الكهرباء، بطاقة التعريف نتاعو، عملت له معناها مشيت عملت شاري الخلية، معناها قدمت ساكو باش يعقلوا له الكهرباء. يا أخي من بعد ما فاتت 6 شهور هذوك ما نمشي نشوفوا على الأورديناتور، لقينا أخي الكهرباء ماهيش في الروشيرش. كي كلمت أنا العادل كل شيء، مشيت للمركز نتاع صوصة، قالوا حتى نشوفوا. أنا راس مركز أنا جديد حتى نشوف شنو الحكاية. وبيت هي معناها أنا فلوسي مشيت عليا، وتوا صدقني ما عنديش حتى باش نعمل حتى مرة أخرى، معناها عدل ما عندي حتى شيء. أنا بكيت حاير، أنا نحب على فلوسي، هو قاعد كل مرة يتحايل علي ما عنديش، أو غدوة في الشهر الجاي في الشهر الجاي. ما عرفتش كلمته أنت في التليفون؟ ما عرفتش تحصلت عليه؟ حكيت معاه؟ كلم فيه يقول لي أي، يعلق يعلق يعلق، من بعد يطلع لي بأي حاجة، يقول لي ما عنديش فلوس، غدوة في الشهر الجاي. هكيك الحكاية مشيت. هكيك كمبيلة قداش عندها مدام؟ من وقتاش مأرخة الكمبيلة؟ هي توا عندها عام وشوية.
معناها في تاريخ الانشاء نتاع القنبيله، وقت تشوف القنبيله قدامك فيها تلقى تاريخ الانشاء وتاريخ حلول الاجل. تاريخ الانشاء وقتاش؟ والله مستحبية هي المحالة. اما حد عندها عامين عام ليسونسييل ما عندهاش اكثر من 3 سنين. لا لا ما عنديش عامين، عندها عام بريسك من 4 شهور هكاك. باهي، اول حاجه لهنا لازمنا نشيروا الانتباه المستمع عليها، كي تكون عندنا قنبيله راهو معناها انا علاش تو سألت على تاريخ الانشاء نتاعها، على خاطر بعد 3 سنين تولي فما اجراءات تختلف، وتولي القنبيله هذيك صحيح هي دليل على انك تسال عبد فلوس، لكن قيمتها كقنبيله والحاجات اللي ترتبهم بصفه اليه فيسا فيسا تتنحى. دونك لهنا هذيك علاش لازم يعني نتابعو 3 سنين بالنسبه للشيك، بالنسبه للقنبيله ما عادش يعتبر ورقه تجاريه اللي ترتب الاثار التجاريه نتاعها، تولي كاينه دين عادي مدني. صحيح تنجم تمشي المحكمه بيان سور معناها وتسترجع فلوسك، هذايا ما فيهوش شك، لكن نوعيه الاجراءات تختلف. باهي دونك لهنا سامحني مادام انت قلت مشيت عند المنفذ قام بانذار بالدفع، عمل كل شيء، الاجراءات اللازمه الكل تعملت. هو قام نورمالمون بانذار بالدفع من الاول، هل تواصلت الاجراءات وعملت الامر بالدفع؟ يعني عندك حكم في يدك؟ اي عندي. باهي دونك لهنا معناها وصارت العقله، لكن كي مشيت تلقى السياره هذي مش معقوله. عندك قداش معناها تاريخ العقله نتاع الاعتراض على البطاقه، على تغيير بطاقه رماديه بلغه قانونيه اصح، اللي هي نحن نسميوها العقله على السياره، بالنسبه للمنقولات نسميوه اعتراض على تغيير بطاقه رماديه لا كارت غريز، قداش عنده؟ هو هي فاتت 6 شهور اخرها سبتمبر معناها. اي جوستومون بالنسبه لهنا للعقل على كي نعملوا عقله على على معناها على منقول مثل يعني اعتراض على تغيير بطاقه رماديه، فانها كل 6 شهور لازم التجديد نتاعها. يعني لهنا العاد المنفذ لازم يعاود الاجراء هذاك اللي عمله، مش الحكم ولا حاجه، جوست العقله هذيك بمقتضى الحكم يقول لي السياره هذه كانت معقوله بمقتضى المحضر كذا كذا، وراهو تويك باش يتم التجديد نتاع العقله نتاعها. فهمتني؟ خاطر بعد 6 شهور العقله تطيح. وي يا استاذة انا كي جاء وقت التجديد انا ما فكيش، ما نكذبش عليك فكيش فلوس باش نعطي للاستاذة، معناها اخر اجل في سبتمبر، فهمت؟ اي لكن لهنا معناها الاعتراض التحفظي هذايا، عفوا الاعتراض على البطاقه الرماديه، كانت تنجم تحولوا الاستاذه الى عقله تنفيذيه باعتبار اللي معناها الحكم ما تمش استئناف الامر بالدفع اللي خذيه هو السيد اللي خذيته انت بلوتو ضد السيد. ما عملش استئناف، ما عملش ما عملش استئناف، يعني الحكم تويكا ولا قدامنا حكم نهائي، حكم بيت بلوتو. دونك الاستاذه لهنا كنت نجم تحول العقلة اللي تعملت على السيارة هذه إلى عقلة تنفيذية، يعني تبيع السيارة باش أنت تنجم تسترجع فلوسك. هذه كما نقولوا نحن أون جينيرال المبادئ، معناها الأصل في الأمور كيفاش لازمها تكون، أنه كعملنا اعتراض على بطاقة رمادية والحكم ما تمش استئنافه، دونك أنا عندي حكم بيت قابل للتنفيذ، العقلة هذه كنحولها إلى عقلة تنفيذية ويصير بيع السيارة بالمزيد العلني لاستخلاص الفلوس نتاعك. هذا هو شنو لازم يصير مدام. لكن إذا ما صارش خلاف هكا، إذا صار خلاف هذا فما اشكال انه انت تكون ما عندكش فلوس لهنا اللي خلاص العقد التنفيذ ولا المحامي مش هكا بوسيبيليتي اخرى لهنا. المحامي نجم يصبر عليك ساعات في الفلوس، لكن عاد المنفذ لي خاطر عاد المنفذ راهو يعمل محضر ولازم يمشي يسجله هو بيدو، عنده مصاريف معناها ماهيش كيسيون فلوس باش يدخلها، هو بيدو كل محضر باش يخدمه باش يدفع عليه فلوس معناها. فهمتني؟ دونك راهو لازمك حاجه تعرفها، اللي العقله هذيا في ظرف 6 شهور تطيح ولازم تعاود تجددها، معناها من الاول وجديد. لا مش الدعوه من الاول وجديد، الامر بالدفع هذاك حكم يبقى نافذ 15 سنه معناها. الامر بالدفع كحكم انت يقول لك راهو السيد هذا ملزم باش يخلصك بمونطون معين يبقى صالح لمده 15 عاما، لكن العقلة اللي عملتها انت على منقول اللي هي لهنا في قضية الحال هي السيارة تتيح
في ستة شهور معناها السيارة ذيك تقعد معقولة، السيد مالكها ما عندوش الحق يتصرف فيها، ما عندوش الحق يسوقها، معناها ما عندوش الحق يبيعها، ما عندوش الحق يتصرف فيها حتى شيء، لكن بعد ستة شهور تطيح العقلة هذيك. ديجا هي تحت حسب ما قالت في سبتمبر. لهنا لازم إعادة التنفيذ، معناها تحاول هي كيفاش تشوف معاها، على خاطر يا با اون أوتر بوسيبيليتي، معناها بالنسبة للسيارة. لازمك تجدد العقلة معناها. أما تعرف اللي عنده أملاك أخرى ولا وسيلة خلاص أخرى باش يتم الخلاص. يعني مادام ما عندك كان حل واحد بركة هو أنك تجدد العقلة مرة أخرى. باهي لا لا حاول كيفاش تتعرف أنت. شكرا لك لله على الاتصال. نحن بتبعها مازلنا مكملين معاكم المشوار، لكن تسويت هات باش نعملوا ترتيحه مع الموسيقى، ونخليكم مع عبد الوهاب الحناشي صبرك مكتوب. رجعنا لكم من جديد توالى 4:04 دقائق على احلى موجات راديو سيس تونس، وحضر معنا تليفون اخر منصفه معنا في التليفون. قولوا الو مرحبا. عسلامه. الو عسلامه. عسلامه مرحبا بك سي منصف. لو كان تسكر من بحذاك الراديو. لا يا اختي لا. يعيش كيكا باش نجمو نسمعوك مليح. وي سي منصف حاضر؟ حاضر. سكرنا الراديو يعيشك، خاطر لي كو باقي نسمع فيه. منين نتكلم فينا سي منصف؟ نتكلم فيك من حي التضامن. تحية الناس كل اللي تبع فينا في حي التضامن. تفضل سي منصف معك الأستاذ جيهان. وزيها يا أختي، أنا كنت نخدم في شركة في الثورة هرب علينا الثلياني. ألو؟ وي نسمع فيك، نسمع فيك مركزين معاك. هرب علينا حاسين وشكينا بيه زيرينا من الثورة لتو شيء ما ثم. حبيت ناخو على الأقل حتى معناها ستار شهرية 54 سنة لازمنا حتى شيء. كل مرة في نخدم، مرة في مرمى، مرة في دهن، مرة لما تبابس. معناها تعبت، حتى ولدي خرج من المكتب ما خدش باش يبقى ريح. معناها أنا حبيت نشوف فماش حل، معناها ما نجموش يعطيني انتريت، ما عادش يقبلوني في حتى خدمة خاطر عمري كبير. وهذه الاشكال تعبت معناها كرني مات وما عندي شكون يخدم معايا وحدي، فهمتي؟ ولدي معناها ما خلطش باش نقريه ضاع خرج، معناها زدت معناها انا ذريته في جرتي انا. ما فماش حل معناها نخدم تريت، علاش هكايا ما فهمتش انا، علاش الحاكم ولا الدوله ولا ما نعرفش اللي خرجوا هذوما نتاع جماعه الشركات ما فيهمش ما معاهمش حل. اكزاكتومون هذه الاشكال ماهوش معناها اشكال تعرضت له الشركه اللي كنت تخدم فيها. حتى معناها كان حكمونا واعطونا فلوس نحل معناها حتى تسليح، نعمل حمار، نعمل حشيك فحام، ما عطاونا شيء، مشي ما خلينا منه حتى شيء. نورمالمون الدوله تشوف حل معاهم هذوما، انا واحد من الناس مخي وقف. الاشكال مش فقط هنا، معناها المشكل هذه تعرضت له البلاد الكل براتيكمون بعد الثوره، وقت الشركات الاجانب سكرت وخرجت، معناها ما تنجم معناها حتى لو كان باش تلزمها باش تعوض لك انت تقدم لك تعويضات. الاشكال اللي الشركه خرجت وغادرت، يعني سمحني غادرت من الثوره. هاي من الثورة حتى هو كي خرج هو الماتريال هو معناها كي نمشي ونقول لخويا حتى نبيعوا الماتريال ما نعرفش انا، مرة تسمع بيه تسرق، مرة مزيان، مرة درسنا وقتاش تبيع الماتريال باش ناخذوا حقنا، معناها باش نحل حتى كشك نعمل حل. انا في العمر هذا 54 سنة ضايع، ما عرفتش منين نمشي، معناها واحد مش نقول كلام، معناها كارثة حلت لي. انا كنت نخدم تحت ندور، انا واحد من الناس اللي بنجوج ومضريت ولدي اللي خرج من المكتب ما عادش عارف من راسي من ساقي، حتى مرتي تداوي ما عنديش كارنيه. سي منصف انتم اللي كنتوا تخدموا في الشركه هذيا رفعتوا قضايا ضدها معناها كشركه؟ عملنا قضايا كل ما نسال المحامي تتأجلت. انت تصور من الثوره لتو تتأجل، معناها انت مخك يقف، فهمتني؟ وهو اجنبي طلياني في شركه سكره. شكرا لك. نعطيك اسم الشركة وكل شيء. هو المشكل هذايا سامحني سي منصف موجود كما كنت نحكي لك، معناها بالنسبة للشركات الأجنبية اللي كانت تخدم في تونس الكل وغادرت بعد الثورة، وهذايا معناها الإشكاليات اللي تعرضوا لها التوانسة الكل اللي يخدموا مع شركات أجنبية. لهنا الكبار ما تعملوا لهمش حل، الكبار اللي فيه معناها اللي عمره كبير ما عادش يقبلوا لي في حتى شركة راهو أنا تو حتى معناها من الجنس تاع احلو رندمون كيما معناها ولد صغير،
ومش كما كنت في الشركه المدرسه ما نجمش يخرجك المجيل انت اللي نتاعك انا توا خارج مفيش اي جينا نقاوه سكر ومشي الكبار ما يعملونا حل يعطونا انتريت يعملونا حل ما نعرفش انا ما فيش حتى واحد باش يعطيك فلوس على شو باش يعطيك فلوس عندك خدمه باش يعطيك فلوس باش ترجع حاله ما يعطيكش باش تحل انت مثلا احنا كشك ولا تسليح نتاع صبابط ولا سي منصف لكن بالنسبه للوضعيه نتاعكم هذه مش هيش حتى حل راه الشركه سيئه معناها خرجت من تونس ومن الثوره معناها دونك ما فهمش اي دونك ما فهمش الحاجه سامحني سي منصف سامحني سي منصف خليني نجاوبك كمن ناحيه اجتماعيه معناها متفقه معاك والعبيد الكل تنجم تكون معناها متعاطفه ومتوافقه معاك في هذه ما فيهوش شك نحن نحكيو من الناحيه القانونيه من الناحيه القانونيه انت تقول لي رفعتوا القضايا نتاعكم تنجم تكون تصدر احكام ضد الشركه هذية بالزامها انها تعوض لكم مبالغ تنجم تكون حتى مبالغ كبيره على خاطر معناها انها قطعت عقد الشغل اللي رابط ما بيناتكم انت وياها المشكله هنا على شنو باش تنفذ الشركه وخرجت ما عادش خرجت وعندها توا 5 سنين قربت 6 سنين معناها كيفاش يقولوا المنفذ الوحيد هو كما قلت انت كان عندها هي ماتريال باش تعقل وباش يتباع موجود ماتريال مازال موجود المعمل مازال لوكال معناها حتى مولا المعمل قال لك اخويا يهز ماترياله وسمح باللي قاعدوا اعطيني خويا خليك خلينا نمشي نكريه في بلاصه اخرى انا سامحني حتى كان خاطر انا خذني على قد مخ الحاكم ما نجمش يعطيني انتريت انا توا عمري 54 سنه من نجمش يعطيك على شنو باش يعطيك انت ما خلطتش نمشي ناخذ حكم من ناخذ حكم اللي عارف يهرب عليا وما عادش نجم ما عادش يقبلوني في حتى الشريك هي منظومة الغوتخات هي انه يصب عليك عارفك معناها حتى اللي تخلط انت لسن التقاعد فهمتني في عمري انا وشركة صارت لها كا وهرب من الهرب معناها نقعد انا توا ما كيك ما فهميش سي منصف ابقى معنا في الاستماع بالنسبه لوضعيتك انت صعيب برشا ربما لانه الشركه غادرت عندها قرابه 6 سنين وبارامون سي منصف هو الوحيد معناها اللي يحب يطالب بالمستحقات نتاعو ما نتصورش انه هو يكون هو الوحيد اكيد اللي كان يخدم في الشركه الكل مشو يدبر خدمه على رواحهم مشو اللي يدبر خدمه واللي يحل حاجه مي الكبار معناها ما نعرفش انا حبيت مثل ما فماش حل نعطيوه انا حتى الشر انتريت حتى يجي عمره كملوا انتريتو ما هو المشكله غادي سي منصف ما فماش حل تنجم تشوف مع ال سي ان اس اس معناها اللي حتى يجي عمرك 60 سنه فلا هي سي ان اس اس هي اللي باش تخلص الغوتخات هي اللي نجمو نحنا نتفاوضوا معاها في اطار معناها الوضعيه هذيا باش تلقى لنا حل لكن حل قانوني باش تلزم سي ان اس اس انها تخلص لك الغوتخات قبل 60 سنه ماهوش معناها ماهوش موجود معناها كحل هكايا ماهوش موجود هذاك علاش معناها الاشكال نتاع الشركات اللي خرجت بالحق معناها لقينا روحنا برشا بيت برشا عاطلين عن العمل تلقى روحه ماهوش معناها ما حتى لو كان يتحصل على حكم هو يلزم الشركه باش تخلص له حتى 20 مليون 30 مليون تعويض لكن ما يلقاش على شنو ينفذ الشركه خرجت معناها شركه انكزيستانت على شكون باش تنفذ حتى مولاها باش تنفذ عليه جزائيا ماهوش موجود معناها الشخص هذا موجود لبرا ما تنجمش تعمل حاجه اما ربما الماتريال اللي موجود في الماتريال هنا كي تعقل المقرات نتاع الشركه والفروع نتاعها باعتبار الحاجه الوحيده اللي هي عندهم ربما تكون تستند عليها تنجم شويه بيان سور لي هي هذيك بالنسبه لهم هما العمال معناها اكثر حاجه تفرح باعتبار معناها صبغه معاشيه وباعتبار الوضعيه نتاعهم القانون ومجله الشغل تسمح لهم في الحاله هذيا هما يكونوا اول واحدين عندهم الحق في انهم ياخذوا حقهم وياخذوا فلوسهم من الاموال اللي تتباع بها الماتيريال هذيك فهمتني معناها هما يتسبقوا على عباد اخرين باعتبار انه الاشكال نتاعهم اشكال معاشي معناها اشكال نتاع فلوس باش يعيش بها هذايا فسرناه قبل اللي عقد شغل راهو عنده صبغه معاشيه دوكو نهار اللي تعقل ماتيريال ويتباع راهو يتباع ويكون هما عندهم الاولويه في انهم ياخذوا منه معناها مستلزماتهم الشغليه اللي تحكم لهم بها في عقد الشغل في حكم عفوا لكن هنا ما نتصورش فما حل هكا لانه كل مره يمشي يقولوا له الماتيريال معناها هاو مرة تسرقها ومرة مش موجودة ومرة
دونك معناها ما فماش بروسيدور سيمون صافي نجم نعملها مادام انه الماتيريال مازال موجود في المقر نتاع الشركه اللي غادرت البلاد لهنا بي معناها اسبيران الماتيريال ما تسرقش ما ضاعش ما تهزش من اللي قاعد غادي في الشركه معناها جوست اون دو اتوندغ الحكم نتاع المحكمه اللي على اساسه هو اللي يقوم باجراء العقله التحفظيه عقله معناها عقله تحفظيه على الماتيريال هذاك الى ان يتم معناها بيعه. وبالنسبه للغوتريت on doit attendre les 60 ans. Voilà, effectivement. حضر معنا تليفون اخر مدام سي جي ع في التليفون. قولوا الو مرحبا. الو عسلامة اختي. عسلامة مدام سي جي ع. عسلامة. اسم هايل هذا. اسم سبيسيال. مرحبا يا ليلى. مين تكلم فينا يا مدام سي جي ع؟ حديقة المنزه. مرحبا يا ليلى. يعيشكم فيك يا ليلى يعطيكم الصحة بالحق حاجة هايلة برشا والله. مرحبا يا عايشة. تبكل عليكم الكل مصلي على النبي عليكم الله وحد عليكم. عاشك كثر خيرك يا ليلى تحياتنا. تفضل معاك الأستاذة جهاد. عسلامة مدام جهاد. عسلامة عسلامة مدام. يعيشك. بربي مدام أنا عندي خويا عنده حكاية 5 سنين ضربته تاكسي. التاكسي اللي ضربوا هرب وقت اللي ضربوا خويا معناه ما شدش حتى نومرو مفتاح داخل الكل ما شد حتى نومرو وخويا الضرب باهي معناه في سيق وحديد وضرب القدا فهمت كي مشينا احنا شكينا ومعناه حبينا نشوفوا التاكسي هذا ما ديكلاراش على روحه كي مشينا للمركز المرور وكل شيء قال لك ليه مادام ما ديكلاراش على روحه وكل شيء ما نجمو نعملوا له حتى شيء معناه يلزم هو اللي يلزم يكون التاكسي هذا اللي ضربه وديكلار على روحه عرفتوا كنت تعرف انت قانوننا معنا في البلاد لازم اكسيدون لازم كل شيء يخلص هو فهمت حبيت نعرف كيف ضاع حقه سيء معناها نسلمه معناها سيء ضاع حقه ولا ما عادش فماش حاجه اخرى نجم نتبع عليها فهمت احنا كي مشينا للمركز قالك سيء ما شدش حتى النومرو نتاع التاكسي ما نجمو نعملو حتى شيء ما فماش حدا ما حضرت حل ما فماش شهود ما فما حتى ما فماش لا تحل قال لك ما دام ما معناها ما تشدش ما شدش نمره تاكسي ما نجموش تاكسي سما مجهول ولا شنو ما نجمو نعملوا حتى شيء عرفتوا احنا اول مره تصير لنا الحكايه كيف هكا بالله دخنا عرفت دخنا وخويا عمليه في القصاب معناها بك الحسبة ما نحكي لكش شنو صاير فهمت وضر في سيقه في حديد في سيقه وضرب به في سيقه فهمت هو كان مترجل ولا كان يسوق في سياره ولا موتور معناه هو يسوق لا مترجل يمشي على سيقه على سيقه ضربه ومروح من الخدمه في الليل ما حكيت ما دي ساعه والكل مروح من الخدمه ضربه وهرب مهرب وهرب يعطيك الصحه اي يضربوا وخويا في نفس الوقت هذاك طاح في غيبوبه معناه قال لك انا اللي فقت بيه تاكسي سفره بولوس عطانا معناه بولوس قال لكم بليس ما شديتش حتى نمرو في مخي معناه ضربوا كي ضربوا ما فيقش فهمت قال لهم طيش تبركل عليه انا اتمنى يكون يسمع فيا نقول له انت ضيعت له حقه ربي ان شاء الله ما يضيعلوش حقه وكهو كهو اختي خويا متضرب في سيقه تخيل انت 25 سنه مسيك متضرب البيه في سيقه ما عرفناش شنو نعملوا نمشيو لمركز المرور يقول لك مادام ما ديكلاريش على روحه دونك ما نجمو نعملوا حتى شيء معناها ما نجموش باهي يا مدام سجيعة ابقى معنا في الاستماع وبعد شويه نعطيوك الاجابه باهي لا ما تبعدش علينا لبعيده يا عاشق ودمتي وفيه لموجة 97.2 فيم نحن نمشيو نعملوا بوز صغيره مع بوب مارلي جيت اب ستاند اب وراجعين رجعنا لكم من جديد الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا توا 24 دقيقة على موجات 97.2 فم أو موجات إذاعة أو الإذاعة حرة على فم نرجعوا بالنسبة للإجابة نتاع المادموزيل اللي كلمتنا قبيلة مدام سجوعة واللي قالت لي خوها عمل أكسيدون وضرب برشا في ساقه والتاكسيستي بما أنه ما ديكلاريش دونك هي مش عارفة كيفاش تعمل كيفاش البروسيدور وكيفاش تاخو حق خوها دونك لهنا نحن قدام ان اكسيدون اللي متسبب فيه
il n'a pas déclaré ou il متضرر فيه ما يتذكرش حتى من الاكسيدون ما خديش نيميرو تاكسي ما عندوش حتى ما يثبت ولهنا معناها مدام تشجيعة كنت تقولنا لي هي خايفه على حق خوها يضيع خاصه اللي عاونين شرطه معناها المرور قالوا لها راهو لي طونك ما عندوش ما يثبت هذا دونك ساي الحق سيضاع واللي هو سي با فري معناها مش كل شخص مسكين يعمل اكسيدون معناها حقه يضيع دونك بالنسبه لها اول اجراءات بالنسبه لها هي تجم تقوم بهم هي انها تقدم شكايه لوكيل الجمهوريه اللي وين معناها صارت الحادثه كان صارت في تونس فانه وكيل الجمهوريه بالمحكمه الابتدائيه بتونس كان صارت في سوسه وكيل الجمهوريه بالمحكمه الابتدائيه بسوسه انت والاختصاص الترابي دونك لهنا شكايه ضد مجهول خاطر احنا ما نعرفوش شكون التاكسي هذا اللي ضرب شكايه جزائيه ضد مجهول معناها تضمن لها الشهاده الطبيه اللي تبين اللي اخوها جاي متضرر جراء حادث مرور معناها هذه الشهاده الطبيه اللي خذتها هي من السبيطار بالنسبه للشهود باعتبار مثال هي اللي هزت خوها للسبيطار ولا اصحابه اللي هزوا للسبيطار معناها يعتبروا معناها شاهد عيان على حادث المرور هذا باعتبار هما خذوه للسبيطار ويتضمن هذا الملف الكل ويتقدم لي السيد وكيل الجمهوريه بالمحكمه المختصه مكان الحادث معناها شكايه جزائيه ضد مجهول في الجرح على وجه الخطا الشكايه هذه باش تفتح فيها بحث تحقيق يبعث السيد وكيل الجمهوريه لعوين ضابط العدليه باش يفتحوا لنا بحث ويقوموا بالاجراءات اللازمه بعد ما تنتهي اعمال الشكايه هذيا معناها كسوا هما باش يلقاو الشخص هذايا اللي قام بالفعل واللي هي نستبعدوها شويه معناها باعتبار شخص هرب كاريمون والا بالحفظ معناها ما لقيناهش السيد هذايا شكون ف مهما يكون المقال متاحة لهنا هي هذيك باش تكون لها كمؤيد باش تستعملوا في قضية معناها قضية أصلية ضد المكلف العام بنزاعات الدولة لهنا الدولة هي اللي تتحمل مصاريف التعويض عن الضرر اللاحق وتتكفل بخلاص الأضرار اللاحقة للسيد اللي عمل الحادث يعني هو حقه ما يضيعش هو في الـ في الـ في الاصل في معناها في اصل الامور انه لاسيغونس نتاع التاكسي هي اللي باش تتحمل معناها الخسائر هذيا وباش يتعوض للشخص هذيا وترجع من بعديك على التاكسي لكن احنا لهنا في وضعيه اللي ما عندناش شكون قام معناها بالحق ضرر بالشخص هذيا لهنا حقه ما يضيعش وانما الدوله وصندوق التعويض عن حوادث المرور نتاع الدوله هي اللي تتكفل ب معناها الخلاص هذيا حتى لو كان هو سبق المصاريف هو راهو باش يقوم بتقديم كل الوثائق وكل معناها الادله والشهود اللي هو خلصهم في القضيه نتاعو ضد المكلف العام بنزاعات الدوله وفي هذا الاطار هو ينجم يسترجع حقه التعويض عن الاضرار البدنيه والمعنويه اللي لحقته واضح ناخذ اتصال اخر اتصال حاضر معنا لليوم الو نقولوا على السلامه الو وي على السلامه مدام ريهام سهام سهام مرحبا يا لالا مرحبا عاش الاسامي مرحبا بيك عايشك يا عايشك يا لالا مين تكلم فينا مدام سهام من حي تضامن دحين الناس كل يسمع فينا في حي تضامن بيع وجيلة مدام سهام قدمت السهام متاعك الأستاذة جيهان أنا نخدم في معمل الخياطة عند سيمي المعرفة متاعنا عندي معاها 6 سنين وكل عام يعني يعمل اللي خرج 13 واحدة 20 واحدة كل مرة يخرج منها يعني جروب كامل ميرسلش يخرجنا يعطينا كونجي لبريم من الفلوس سالير ولا حتى شيء طلب برا اشكي بيا مشي للاتحاد اشكيها بيه قال لك ما عادي ما تعمل لي كل مرة يعمل حكاية يعني ما يهمهوش قال لك انا بفلوسي نشري العالم يهمني حاكم شنو معناها وحده هكيكا كل مره يخرج 20 وحده ترى تعصب يعني ومشي كيف الاتحاد تاع المنظومه وعمل لكم دي كونترا ولا لا عملنا انا ما رسمش هو
مي رسمش شويه هو لهنا راهو سامحني جوست لا هو لهنا انت الكونترا نتاعك انت قلت عندك تخدمها هكا من 6 سنين اي دونك لهنا راهو الترسيم سيء معناها انت تعتبر معناها الصبغه نتاعك في العمل هو عمل قار بالنسبه ليك مرسمه عقد الشغل فسرناه هذايا من فيت نور كيفوت اكثر من 4 سنوات حتى لو كان انت كل عام تصح معاه كونترا ولا كل شهر تصح معاه كونترا راهو اذا تفوت 4 سنين فانت تعتبر مرسمه. لكن يا اخي مش مستعرف بها الحكايه هذي الكل مش مستعرف بها. شنو معناها مش مستعرف بها؟ يقول لك انا معناتها ما نرسمش ولازم تسامحني تصور 25 بنيه خرجها كل عام يخرج البنات. تو انا واحده من 6 سنين معاها. كاين باش يخرج. اي خرج البنات لهنا ريت لا ياخذوا فسكون جي لا بريم لا رابيل حتى حاجه حتى شهريتنا معناها وقت اللي خرجنا في وسط الشهر ما يعطيهاش كامله. باهي نقعدوا نمشيو ونجوا عليه تصور واحد يعلم به ربي يزيد يخلي شهريته ويخدم ويخليها عنده هو عنده هو. مدام سهام مدام سهام تسمعني انت تو شويه؟ اي نسمع فيك. باهي دونك لهنا قلت انت كل مره يخرج وحده لهنا راهو ساعه تو ديبا كل شخص والكونترا نتاعو. كان انت عندك كونترا مثال لمده عام وخرجك وفي الكونترا نتاع العام خرجت هذيك يعتبر الكونترا وفي وخرجت. كان انت عندك كونترا لمده عامين وخرجك بعد 3 شهور من الخدمه نتاعك راهو هذيك باش يعتبر قطع تعسفي لعقد الشغل قبل انتهاء المده نتاعو. لكن انت يا مدام سهام راك تويكا فوت 6 سنين دونك تقولي انت هو ماهوش اي حتى لو كان يجدد لك لكن انت العمل نتاعك مسترسل قاعده تخدم فيه المعمل هذايا بصفه مسترسله دونك انت معناها ما ينجمش يشكك في هذا حتى لو كان هو معناها يستعمل طرف كيما نقولوا نحن القوه نتاعو والا معناها باعتبار هو العارف انه ياخذ فيكم على اساس هذاك ولا نوع من التسلط هذايا لا يمنع انك انت لازم تعرف حقوقك ابسط حقوق نتاعك اللي انت كي تفوت 6 سنين في مقر كي تفوت 4 سنين في مقر عمل وانت تقوم باسداء الخدمات نتاعك وتتقاضى عليها في اجر فانه انت تعتبر في عمل قار معناها انت مرسمه. نهار اللي هو باش يجي يقول لك انا راني ما نعترفش بك مرسمه معناها ماهوش باختياره ولا ماهوش بارادته. نهار اللي باش يقول لك سامحني البرا راهو لهنا انت باش تقوم بقضيه في قطع عقد شغل بصفه تعسفيه وراهو بتاخذ تعويضات نتاعك وحتى حد ما ينجم ياخذ لك حقك بالنسبه لي بريم دو روندمون كيف كيف تاخذهم بالنسبه لي كونجي نتاعك تاخذهم كسوا مثل انت خديت كونجي 21 جوغ نتاعك هذاك سي بون هاك خديته ما خديتش الكونجي نتاعك باش تاخذه في شكل سالير لي بريم نتاعك الكل تاخذهم. لي بريم كان عندكم مثال نتاع اللبسه نتاع العمل كيف كيف تاخذهم كان هو ماهوش قاعد يقوم بالالتزامات نتاعو هذيا الكل راه ماهوش جوست هو كيقول لكم انا ما نستعرفش سي بون معناها هو عنده الحق وكلامه صحيح. لا راهو لازم تعرف اللي هذوما الكل من حقك ونهار اللي انت ما تاخذهمش وتمشي للمحكمه تقول راني انا نخدم وراه ها الكونترا نتاعي وراه عندي شهود حتى لو كان ما عندكش الكونترا كتابي راهو عندي شهود في الشركه يشهدوا لي انا نخدم توا ليا اكثر من 6 سنين وراهو السيد هذا مش يخلص فيا في هكا وفي هكا وفي هكا وفي هكا راهو هذايا ما ينجمش هو ينكره ما ينجم يثبت العكس نتاعو كان ما يقدم للمحكمه اوراق مثال اللي هو خلصك في شهريتك كامله ولا خلصك في الكونجي نتاعك. اذا ما اثبتش هذايا هو ما ينجمش ما تنجمش انت معناها حقك يضيع حتى لو كان هو يقول انا ما نعترفش به. واضح لله بالنسبه لصحابك البلاد هما مش كيفك انت هو كل واحد والوضعيه نتاعو انت تقول لي انت فوت 6 سنين اكيد راه هما ما فاتوش عندي صحابي البنات نفس انا وياهم دخلنا يعني نفس 6 سنين عندهم هما برشا عندهم 6 سنين بزاف الحكايه ومشاو وشكاو ومشاو عملوا قضيه ومتعدت للمحكمه ولتو ما خذاو حتى شيء. مدام سهام مدام سهام نحكي من بعد معاك بعد في الكواليس لانه ما عادش وقت على موجز الاخبار. شكرا لك على الاتصال به. هكا نكون وصلنا معكم لختام حصتنا. مشكوره استاذه جوهان العربي على المعطيات اللي قدمتها لمستمعينا. نحن يتجدد معكم موعدنا موعدكم في فما قناه في البلاد الجمعه الجايه في الامان وبس.